ريادة الأعمال، المنتدى العالمي لريادة الأعمال وجائزة الأمير عبد العزيز لرواد الأعمال. أقيم المنتدى العالمي لريادة الأعمال وجائزة الأمير عبد العزيز لرواد الأعمال تحت شعار الابتكار في ريادة الأعمال. ولقد حضر المنتدى العديد من القيادات السعودية والخليجية والدولية في مجال ريادة الأعمال. فلنتابع سويا مشاهدينا هذا التقرير مع الزميلة سمر محمود، ونرجع لكم مرة ثانية. طبعا كوني وزيرة التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين سابقا لمدة 10 سنوات، كان همي الكبير هو الريادة في العمل الاجتماعي، وتحدثي اليوم هو عن دور الحكومات في دعم الريادة الاجتماعية. راح أتكلم عن تجربتي، راح أتكلم عن أولويات الحكومات في المنطقة، في المنطقة العربية نحو هذا الاقتصاد الجديد اللي احنا نسميه اللي هو اقتصاد الريادة الاجتماعية، وكيف ممكن الحكومة تكون يعني بيئة مناسبة وبنية تحتية مشجعة لتكوين مثل هذه الأعمال اللي هي اللي يسمونها اللي احنا نسميها سوشيال بزنس او ما نسميها الريادة الاجتماعية، بحيث ان هي أعمال في النهاية راح تكون مساهمة مع الحكومة في حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات. فيعني أنا أؤكد حتى من هذا المنبر على أن الحكومات لابد أن يكون لها دور كبير وقوي وداعم للريادة الاجتماعية. دكتورة فاطمة، إيش انطباعك اليوم عن هذا المنتدى بشكل عام؟ والله هو جميل ان في مثل هالمنتديات تطلعين على تجارب الاخرين، تلتقين باشخاص في نفس المجال يعملون. احنا في كثير من الناس يعملون في هذه المجالات، ويعني وانا فخوره حتى ان اشوف على مستوى الوطن العربي ومستوى دول مجلس التعاون ان هناك كثير من هم مهتمين بهذه القضيه، ومنهم ايضا رواد عمل اجتماعي في هذا المجال. وان شاء الله يعني دائما مثل هالملتقيات تكون انطلاقه او يعني لدعم مثل هذا التوجه شيئا فشيئا الى انه هو يصير يعني شيء جزء يكون من ثقافه المجتمع. احنا مشاركين كراعي ذهبي في المنتدى، طبعا في عندنا بوثين، بوث للمنتجات وبوث لعرض الفكره، بالاضافه الى انه الاستاذ ياسر يماني مشارك في الجلسه الثانيه في ورقه عمل بعنوان دور المنظمات في الرياده المجتمعيه. مشروع التكامل لصالح وطن هو مشروع لدعم الاسره المنتجه، طبعا في عندنا عده مشاريع تندرج تحته. في مشروع مكه للنسيج متخصص في مجال الخياطه لدعم الاسره المنتجه. بتيجي الأسرة أو السيدة تتدرب عندنا وتتأهل في تدريب نظري في مجال الخياطة، في مجال أخلاقيات العمل، وكيف تبدأ مشروعها الصغير، الماركتينج أو المالية وغيره.